السلام عليكم أهلكم طلابي الأعزاء، النهاردة هنتعرف على المعادلة العمودية للمستوى. ودي والمعادلة العمودية للمستوى هي صورة أخرى من صور معادلات المستوى، ولكن هي اسمها الصورة العمودية لمعادلة المستوى. تتعين الصورة العمودية لمعادلة المستوى اللي إذا علم طول العمود الساقط من نقطة الأصل على المستوى وغيوب تمام اتجاه هذا العمود. يبقى إذا أنا عرفت طول العمود الساقط من نقطة الأصل على هذا المستوى وغيوب تمام اتجاه هذا العمود اللي هو الساقط، فإن أنا أقدر أكون المعادلة المستوى بالصورة العمودية، وهي بتكون بالعلاقة جي ال x زائد m y زائد n z بتساوي b. طيب تعالي يعني نفهم مين هي ال l ومين هي ال m ومين هي ال n ومين هي ال b. ال x وال y وال z طبعا احنا قلنا أي معادلة مستوى بتكون هي معادلة من الدرجة الأولى خطية في x و y و a و z. هنا ظهر عندي L و M و N و B، قبل كده كنا بنقول A و B و C و D. هنا الصورة العمودية بنقول L و M و N و L X زائد M و Y زائد N Z بتساوي B، و B في طرف مين؟ بتكون في طرف لوحدها، اللي هو يمثل عندي الحد المطلق بيكون في طرف لوحده. قال لي إذا كان عندي ال L سكوير زائد M سكوير زائد N سكوير بيساوي واحد، يبقى إذن ال L وال M وال N دي هي جيوب تمام اتجاه العمودي على المستوى، تمام. وفي هذه الحالة بنقول إن الصورة دي هي المعادلة العمودية لمعادلة المستوى. أنا قبل كده قلت إن كان بيبقى فيه معاملات ال X وال Y وال Z بسميها A و B و C، ولكن ال A تربيع زائد ال B تربيع زائد ال C تربيع لا يساوي الواحد. طب لو كان هنا معاملات ال X، لو جيت ربحت معامل ال X ومربع معامل ال Y ومربع معامل ال Z وجمعتهم مع بعض وطلع بيساوي واحد، قال لي الصورة دي هتكون اسمها الصورة العمودية لمعادلة المستوى. وفي هذه الحالة الحد المطلق اللي هو هيكون في الطرف لوحده بنقول عليه هو طول العمود الساقط من نقطة الأصل اللي هي O إلى المستوى. يبقى B هي تمثل طول العمود الساقط من نقطة الأصل O إلى المستوى، وال L وال M وال N هي جيوب تمام اتجاه العمودي على المستوى، تمام. يبقى هي دي الصورة العمودية. فأعرف أفرق بينها إزاي هي والصورة العامة لمعادلة المستوى، إن تكون مربع معامل ال x زائد مربع معامل ال y زائد مربع معامل ال z بيساوي واحد، يعني ال تربيع زائد m تربيع زائد n تربيع بتساوي واحد. في الحالة دي بقول على الحد المطلق اللي هو موجود في طرف لوحده هنا، اللي هو طول العمود الساقط من نقطة مين؟ الأصل. وطبعا الحد المطلق ده بيكون أي رقم هنا عندي، ويكون إيه؟ بيكون عندي هنا أدي ال b. لكن الصورة العامة لمعادلة المستوى إن قلنا إن معاملات ال X وال Y وال Z لو ربحتهم وجمعتهم لا يساوي الواحد. ده الفرق بين الصورة العمودية والصورة العامة لمعادلة المستوى. طب أنا أقدر أحول الصورة العامة للصورة العمودية؟ قال لي يمكن تحويل الصورة، يمكن تحويل المعادلة تحويل الصورة العامة لمعادلة المستوى للصورة العمودية. يمكن تحويل المعادلة العمودية للمستوى، قصدي يمكن تحويل المعادلة العامة للمستوى إلى الصورة العمودية. يمكن تحويل المعادلة العامة للمستوى إلى الصورة العمودية إزاي؟ أدي دي كده هي مين؟ الصورة العامة أو الصورة العامة لمعادلة المستوى A X زائد B Y زائد C Z زائد D بتساوي زيرو. قال لي لو ال A تربيع زائد ال B تربيع زائد ال C تربيع لا تساوي الواحد، تبقى دي اسمها الصورة العامة لمعادلة المستوى. هل أقدر أحولها للصورة العمودية؟ قال لي أقدر أحولها للصورة العمودية بإن أنا أقسم هذه المعادلة على مقدار اسمه K. طب مين هو ال K؟ هو الجذر التربيعي لمين؟ الموجب أو السالب. الجذر التربيعي الموجب أو السالب لمين؟ للجذر التربيعي لمجموع مربعات مين؟ معامل x زائد معامل مربع معامل y زائد مربع معامل مين z، اللي هو a تربيع زائد b تربيع زائد c تربيع. وده فعلا احنا هنا عندنا لما نيجي نقسم المعادله كلها على هذا المقدار، هنا موجب او سالب، موجب او سالب، موجب او سالب، وهنا موجب او سالب. فهنا هنلاقي لو جينا قارنا هذه، يبقى انا عشان احول من الصوره العامه الى الصوره العموديه بقسم على مقدار k، وكده هو الموجب او السالب الجذر التربيعي لمين؟ a تربيع زائد b تربيع زائد c تربيع، اللي هي معاملات الاكس والواي والزد. بربحهم واقسم واحطهم تحت الجذر واقسم المعادله دي كلها ايه عليها زي ما احنا شايفين قدام. لو جيت قارنت المعادله اللي في الصوره العموديه بالمعادله ان انا كونتها من الصوره العامه، طبعا المعادله دي انا كونتها من هنا، المعادله دي انا كونتها من الصوره العامه.
لو جيت كونت المعادلة اللي أنا كونتها بالمعادلة السرعة العمودية، هلاقي إن ب اللي هو طول العمود الساقط من نقطة الأصل، طول العمود على المستوى في الصورة العامة من نقطة الأصل هي مين؟ قال لي هي عبارة عن مين؟ سالب دي على الجذر التربيعي ل A تربيعي زائد B تربيعي زائد C تربيعي. تمام، يبقى هي دي طول العمود الساقط منين؟ من نقطة الأصل. ليه حطيته هنا في مقياس؟ ليه حطيته في مقياس؟ لأنه الطول لازم يكون كمية موجبة، ممكن يطلع سالب أو موجب، فبحطه في مقياس. طيب مين هي هنا المعاملات بتاعت ال X وال Y وال Z؟ قال لي معامل ال X اللي هو ال L هتساوي A على الموجب أو سالب الجذر التربيعي، ال M هي ال B على الموجب أو سالب الجذر التربيعي، ال N هي نفس الشيء، وده فعلا أهو جيوب تمام اتجاه العمودي، هي L و M و N هي عبارة عن A و B و C على مجموع على مين؟ على الموجب أو سالب الجذر التربيعي ال A تربيع زائد B تربيع زائد C تربيع. وده فعلا احنا خدناه قبل كده، في تعرفنا عليه قبل كده ازاي اربط بين جيوب تمام الاتجاه ونسب اتجاه الاتجاه، ودي كانت العلاقة اللي بتربط بين جيوب تمام الاتجاه ونسب الاتجاه لأي مستقيم. ففعلا هي دي اقدر احول من الصورة العامة للصورة العمودية عن طريق ان انا اقسم على مقدار كي، وهو ده كي زي ما عرفناه. قال لي طيب انا البي بتاعتي دي دائما البي ده طول موجب، البي ده لازم تكون موجبة، البي بتاعتي لازم تكون كمية موجبة لأن هو طول العمود الساقط. في الحالة دي قال لي أنا باخذ إشارة الكي موجبة ولا سالبة؟ قال لي والله ده على حسب إشارة مين؟ على إشارة الثابت دي، على أساس إشارة الثابت دي. تعال نشوف كده نفهم معنى الكلام ده. أهو أوجد طول وغيوب تمام اتجاه العمودي على المستوى. طيب نبص كده، لو والله لا يعني لو المعادلة دي في الصورة العمودية يبقى خلاص مباشرة أنا أقدر أجيب طول وغيوب تمام اتجاه طول وغيوب تمام اتجاه العمودي. لو هي السطوره العموديه يبقى الحد المطلق هو الطول العمودي، ومعاملات الاكس والواي والزد هي دي غيوب تمام اتجاه العمودي. طب انا هعرف منين اذا كانت دي السطوره العموديه ولا السطوره العامه؟ قال لي بص ده خالص، انا هحط المعادله بتاعتيها واطلع معامل الاكس اللي هو الاي ب2 والبي ب3 والسي ب6 والدي ب9، هربع ال A تربيع زائد ال B تربيع زائد ال C تربيع طلعوا 49، يعني لا يساوي 1. يبقى إذا المعادلة اللي قدام مني دي تمثل الصورة العامة لمعادلة المستوى وليس الصورة العمودية. يعني معنى كده إن معاملات ال X وال Y وال Z دي هي نسب اتجاه العمودي وليس جيوب تمام اتجاه العمودي. والتسعة اللي عندي دي اللي هنا لو وديتها الطرف التاني عندي هنا هتبقى -9، ما تمثلش عندي طول العمود الساقط من نقطة الأصل. يبقى انا لازم احولها الاول للمستوره العموديه وبعد كده ابدا اجيب الطول وغيوب تمام اتجاه العمودي. تمام، طيب ادي الصوره اللي قدام مني ازاي احولها. قال لي هي دي المعادله اللي قدام منك، 2x زائد 3y زائد 6z زائد 9 بتساوي 0. عشان احولها للصوره العموديه هودي الحد المطلق لوحده في طرف لوحده، بقت -9 هنا -9، ادي هنا الحد المطلق اشارته سالبه. قال لي عشان احولها للسطوره العموديه هقسم على كي، كي دي هي الجذر التربيعي، هقسم على كي، كي دي هل هتكون موجبه ولا سالبه؟ قال لي والله هتكون موجبه او سالبه على اساس اشاره الحد المطلق الموجود عندي. لو هو سالب يبقى انا هقسم، هتاخد الكي في سالب عشان يبقى سالب على سالب وموجب. لو هي موجبه يبقى هاخد الكي موجبه عشان تبقى زي ما هي موجبه. يبقى اشاره الكي انا بحددها باخدها موجب او سالب ازاي؟ على اساس الحد المطلق اللي عندي ده. هو سالب يبقى انا اخد الكي سالبه عشان تطلع موجب. المهم عندي ان لما اجي اقسم على على الكي هنا يكون الناتج عندي موجب، ان يكون عندي ناتج موجب لان البي لازم تكون موجبه، البي لازم تكون موجبه، فعشان تكون موجبه يبقى انا هقسم على الكي اللي بالسالب وليس الكي بالموجب. ليه؟ لان سالب على سالب هيدينا موجب. يبقى انا بحدد اشاره الكي بتاعتي على اساس الحد المطلق اللي عندي هنا بعد ما طلعه بره علامة اليساوي، مش قبل علامة اليساوي، بعد ما طلعه لوحده هشوف إشارته سالبة ولا موجبة. لو سالبة هاخد الكي في سالب عشان تطلع موجب. طب لو هي موجبة يبقى الكي هتبقى موجبة عشان تبقى زي ما هي موجبة. فهنا قسمت على الكي خدتها بالسالب الجذر التربيعي. تمام، طلعت -7. بعد خلاص كده هاجي المعادلة بتاعتي أها، المعادلة بتاعتي دي كده هاجي هقسم على -7، تبقى 2 على -7x. المعادلة دي 2 على -7x زائد 3 على -7y زائد 6 على -7z زائد -7
على سالب 9 على سالب 7 اللي هي 9 على 7. يبقى إذا طول العمود الساقط اللي هو مين؟ قال لي اللي هي 9 على 7، هي دي 9 على 7. 9 على مين؟ على 7 اللي عندي. طب مين هي جيوب تمام الاتجاه؟ قال لي جيوب تمام الاتجاه هي معاملات الـ X والـ Y والـ Z بعد ما حولتها للسطوع العمودية، هي معاملات الـ X والـ Y والـ Z اللي هي سالب 2 بالإشارات بكله، 2 على سالب 7، ها باخد الإشارة كلها، 2 على سالب 7، 3 على سالب 7، 6 على سالب 7، هي دي جيوب تمام الاتجاه. هي دي جيوب تمام مين؟ الاتجاه. يبقى طول العمود الساقط هو الحد المطلق بعد ما حولها للسطوع العمودية، طول العمود الساقط من نقطة الأصل هو الحد المطلق اللي في الطرف لوحده، هو ده طول العمود الساقط، وهو فعلا بيمثل عندي في المعادلة الأساسية هنا مين؟ ماينس دي على الجذر التربيعي. تمام، يبقى أنا الأول أحولها للصورة مين؟ العمودية، وبعدين أبدأ أجيب طول العمود الساقط وأجيب جيوب تمام مين؟ الاتجاه. بنحدد إشارة الكي، اتفقنا إن هي بناخدها سالبة أو موجبة على أساس الحد المطلق اللي عندي هنا بعد ما أوديه في طرف لوحده، هل هو سالب؟ لو سالب باخد الكي سالبة عشان يطلع الناتج بالموجب زي ما أنا شايفاه قدام مني. هنا أهو بقت سالب 9 على سالب 7 ادتني 9 على 7 اللي هو طول العمود الساقط، لازم يكون كمية موجبة، لازم من هنا يكون كمية موجبة. تمام. قال لي هقول لك بقى في نتيجة مهمة جدا، بتقول لي إذا كان توازى مستويان فإن نسب اتجاه العمودي عليهما تكون واحدة. لو هما متوازيين يبقى نسب، يبقى العمودي على كل منهما متوازيين، يبقى العمودي عليهم هما الاتنين متوازيين. العمودي على ده بيوازي العمودي على التاني، العمودي على المستوى الأولاني يوازي العمودي على المستوى التاني، وبالتالي هيكون لهم نفس نسب الاتجاه. قال لي إذا توازى مستويان فإن نسب اتجاه العمودي عليهما تكون واحدة. وعلى هذا فأنا أقدر أجيب لو أنا عندي مستوى أهو AX زائد BY زائد CZ زائد D بتساوي زيرو، قال لي في الحالة دي المستوى اللي هيوازي هذا المستوى هيكون شكل معادلته إيه؟ قال لي هو AX زائد BY زائد CZ زائد D داش. اختلفوا في إيه المعادلتين دول؟ قال لي اختلاف بس في الحد المطلق، الاختلاف بس في الحد المطلق، دي هنا دي وهنا دي داش، لكن هما بيكونوا نفس المعادلتين أي اختلافان في الحد الثابت فقط. إذا كان المستويين متوازيين فإنهم المعادلة بتاعتهم هتكون واحدة، لكن هيختلفوا في الحد المطلق اللي هو الحد الثابت. ليه؟ لأن نسب الاتجاه هتكون بتاعتهم واحدة عندما يتوازى مستويان، فإن نسب اتجاه العمودي عليهم بتكون واحدة هي نفسها، لكن الاختلاف بيكون في الحد الثابت. طب ناخد مثال، بيقول لي أوجد معادلة المستوى الذي يوازي المستوى ده والمار بالنقطة 1 و 2 و 3. طيب معادلة أي مستوى يوازي المستوى المعطى اللي هو ده هتكون إيه زي ما اتفقنا؟ قلنا هو هيكون نفس المعادلة، ولكن الحد المطلق هيختلف. معادلة أي مستوى يوازي المستوى ده هي هتكون معاملات الـ X، 3X هتنزل، 4Y هتنزل، ماينس 5Z هتنزل، ولكن الحد المطلق أنا هحطه بحد تاني هسميه دي داش بتساوي ايه؟ زيرو. يبقى هي نفس المعادلة، ولكن الاختلاف في الحد المطلق هنا عملته دي داش لأنه مش هيبقى بتلاتة. تمام، طيب أنا كده ما جبتش معادلة المستوى ده، لسه فيها مجهول اسمه دي داش، هجيب ازاي دي داش؟ قال لي ما هو قايل لي شرط إن المستوى ده بيمر بالنقطة 1 و 2 و 3. بما أن المستوى يمر بالنقطة 1 و 2 و 3، يبقى إذا معادلة النقطة دي بتحقق مين؟ معادلة المستوى. النقطة اللي قدام مني اللي أنا عندي دي هتحقق معادلة المستوى اللي هو المجهول. أنا بيقول لي المستوى المجهول اللي هو عايزه بيمر بالنقطة 1 و 2 و 3 وبيوازي المستوى المعلوم ده. جبنا الشكل، قلنا بما أن المستوى اللي هو المطلوب ده بيوازي المستوى اللي قدام مني، يبقى إذا كل هي نفس المعادلة مع اختلاف الحد المطلق، هيكون واحد تاني مختلف هسميناه دي داش. هيبقى نفس النسب معاملات الاكس والواي والزد هي لان هي نفس نسب الاتجاه او جيوب تمام اتجاهه بتكون واحد. تمام، هفرضنا المعادله بالنسبه لي بالشكل ده. قال لي المستوى ده اللي انا عايزه بيمر بالنقطه 1 و2 و3، باذن بيحقق معادله مين؟ المستوى. نعوض عن الاكس بواحد، الواي باتنين، الزد بتلاته، في معادله المستوى دي تديني 3 في 1 زائد 4 في 2 ناقص 5 في 3 زائد دي داش بتساوي زيرو، فدي داش هتساوي بأربعة. نحل المعادلة، العلاقة دي داش بتساوي 4. يبقى إذا أرجع أعوض فوق في المعادلة دي
هتديني معادلة المستوى عبارة عن 3x زائد 4y ناقص 5z زائد 4 بتساوي 0. يبقى كده هي دي معادلة المستوى اللي هي بتوازي المستوى اللي قدام مني، وفي نفس الوقت بتمر بالنقطة 1 و2 و3، تمام، نفس نسب اتجاه واحدة، ها، بتاعت العمود، لأن هما متوازيين. لكن الاختلاف هنا الحد المطلق أو الحد الثابت هنا 3 وهنا 4، وهي دي معادلة مستويين متوازيين. إن يكون أهو زي ما شفنا دول متوازيين، ليه؟ نفس نسب الاتجاه ولكن الاختلاف في الحد المطلق، هنا موجب 3 هنا موجب 4، تمام كده. وبكده يكون احنا النهاردة تعرفنا على صورة تانية أخرى من صور معادلات المستوى، هي الصورة العمودية، وعرفنا ازاي نجيب الصورة العمودية من الصورة العامة، وعرفنا ازاي نميز بين هذه، هل هذه المعادلة هي تمثل صورة عامة ولا صورة عمودية، على أساس إن أنا بربع معاملات الـ x والـ y والـ z وأجمعهم، ولو طلعوا بواحد تبقى هي الصورة العمودية، لو طلعوا لا يساوي واحد زي ما هنا كده معامل الـ x والـ y والـ z ربحتهم a تربيع و b تربيع و c تربيع، طلعوا لا يساوي واحد تبقى دي الصورة العامة لمعادلة المستوى. طب هي لو كانت لا تساوي واحد يبقى الـ a والـ b والـ c هي نسب اتجاه العمود على المستوى. طب لو كانوا بيساوي واحد، قال يبقى معاملات الـ x والـ y والـ z هنسميها جيوب تمام اتجاه العمود على المستوى وليس نسب. نسب لو كانوا لا يساوي واحد، سووا واحد تبقى هي جيوب تمام اتجاه العمود. طيب الحد المطلق في حالة الصورة العمودية هو مين؟ قال لي هو طول العمود الساقط من نقطة الأصل، طول العمود الساقط من نقطة الأصل، بس دي كل لوحده بره في طرف لوحده، ملوش علاقة مش مع طرف مع مش مع الإكس والواي وزد في نفس الطرف. لكن هنا الحد المطلق عندي في الصورة العامة لا يمثل شيء، لا يمثل أي حاجة، ما يمثلش طول إيه؟ طول العمود الساقط، طول العمود الساقط بجيبه من الصورة العمودية، من الصورة العمودية فقط، بيكون في الحد المطلق هنا أهو في الصورة العمودية وبيكون في طرف لوحده. أه أقدر أحول من الصورة العامة للصورة العمودية بإن أنا قلت بقسم على الكي اللي عندي، الكي هي مين؟ الجذر التربيعي لمين؟ لمجموع مربعات معاملات الـ x والـ y والـ z. طب باخد إشارة الـ k موجبة ولا سالبة؟ قال لي على أساس إشارة دي بعد ما عديها من علامة اليساوي، على أساس إشارة دي بعد ما عديها من علامة اليساوي، وده كان واضح بالنسبة لي. أنا هنا لما عديت الحد المطلق راح هناك بالسالب 9 في المثال ده، فعشان كده أنا لما جيت أخدت الـ k أخدتها سالبة، أخدت الـ k طبعا إحنا قلنا دي هي الصورة عامة، دي صورة عامة لأن 4 2 تربيع اللي هي 4 زائد 9 زائد 36 طلعوا 49 لا يساوي 1، يبقى دي صورة عامة. فعشان أحولها للصورة العمودية قلت هقسم على كي. طب الكي دي هاخدها جذر موجب ولا سالب؟ قال لي استني، احنا هنحدد الإشارة على أساس الحد المطلق الأول، أعديه من علامة اليساوي، لو هو بالسالب يبقى أخد الكي سالبة عشان تطلع موجبة، اللي يهمني إن يكون ده موجب، اللي يهمني يكون الطرف الحد المطلق هنا بموجب، موجب وليس سالب. فعشان اخليه موجب وهو سالب اقسم على الكي تكون سالب، لكن لو هو موجب يبقى الكي هتبقى موجبة عشان يطلع ناتج موجب. وبعد كده ادي الكي جبتها وقسمت عليها المعادلة كلها على الكي، ها طلعت لي دي هي الصورة العمودية. لو انا جمعت ربحت معامل الاكس ومعامل الواي ربحته ومعامل الزد ربحته وجمعتهم هيطلع بواحد، اتأكدي كده بنفسك، فهي دي جيوب تمام اتجاه العمود، معامل x ومعامل y ومعامل z الجديدة هي بعد القسمة هي دي جيوب تمام اتجاه العمود. طب طول العمود الساقط على المستوى من نقطة الأصل، قال لي هي الحد المطلق اللي عندي الموجود هنا اللي هو قاعد لوحده هنا. وبكده يبقى احنا اتعرفنا على مجموعة صورة معادلة المستوى في الصورة العمودية، وإزاي أحول من الصورة العامة للصورة العمودية، وإن شاء الله كده يعني غطينا معظم صور معادلات المستوى في هذه المحاضرة والمحاضرات السابقة، ونلتقي على خير إن شاء الله المحاضرة القادمة ونتناول موضوع آخر بإذن الله.